وي اه صافي كملنا القنطرة ها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في اطار الاحتفالات اللي كانت عشان الاعلام النجد عندي صدد تنسيم مشروع الحدث بناء منشاه تنميه على وادي دير تفتح المنطقه كيلومتر 140 300 المنطقه الجهويه 700 800 الرابطه بين الجرامه بإقليم قدس والضبط على مستوى المدخل الغربي لجامعه الجرامه. المشروع كيندرج في اطار صيانه المنشات الفنيه وممول من طرف وزاره الجيز والماء اثنين مشروعين المديريه الاقليميه بميدلز والكلفه الاجماليه لهذا الاستثمار العمومي كتبلغ حوالي 8.6 مليون ديال الدرهم. الاهداف ديال المشروع على اهم Fine.